رب السبت. وذات سبت مر يسوع بين الحقول، فأخذ تلاميذه يقطفون سنابل القمح ويفركونها بأيديهم ثم يأكلون. فقال لهم بعض الفريسيين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبت؟ فرد عليهم يسوع قائلا: أما قرأتم ما فعله داود حينما جاع مع مرافقيه، كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل منه وأعطى مرافقيه، مع أن الأكل من هذا الخبز لا يحل إلا للكهنة وحدهم؟ ثم قال لهم: إن ابن الإنسان هو رب السبت.